السعادة والعطوف الكرام، ضيوف الأردن الأعزاء وحضورنا الكريم. نرحب بكم أجمل ترحيب خبراء ومختصين في عالم التنمية والاقتصاد والاستثمار وفي مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع تحت شعار الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير من جديد. حضورنا الكريم، باسمكم جميعاً نرحب ونحن في عمان العزيزة بضيوف وأصحاب دار جاءوا من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة لحضور هذا المؤتمر الرائد، والذي هو فرصة لتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية والتي تعنى بالقطاع الصناعي والتجاري والمالي وكيفية مساهمتها بعمليات التنمية الشاملة باعتبارها من العوامل الاستراتيجية والتي تعتمد عليها اقتصاديات الدول في العالم الثالث. اسمحوا لنا أن نبدأ هذا الحدث بتقديم مجموعة آفاق والتي نظمت هذا المؤتمر للسنة الرابعة على التوالي، والتي حرصت دائما أن تجمع هذه الخبرات في حراك اقتصادي حواري هادف. وأدعو بكل الاحترام السيد خلدون نصير مدير عام مجموعة آفاق للإعلام والإعلان لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مندوب دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور شبيب عماري، وزير الصناعة والتجارة الأكرم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، بلاغة القول أمامكم ليست ببلاغة، فأنتم أصحاب البلاغة، بلاغة الكلمات والأرقام، بلاغة التحليل والاستقراء والاستنتاج. عندما فكرنا في مجموعة آفاق بتنظيم هذا الملتقى، وضعنا نصب أعيننا أمرين. الأمر الأول مظلة قيادتنا الحكيمة الملهمة والمبادرة السباقة في القول والفعل، ذلك العهد الذي لم ننفك نلمسه ونراه من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني في سعيه الدؤوب داخل الأردن وخارجه لجعل الأردن النموذج الأول في جميع المجالات. أما الأمر الثاني أن الأردن بلد أهل العزم، يملك من ثروة حقيقية هي أبناء وبنات هذا الوطن، وبما يتمتعون من كفاءة وانتماء يرسمون به طريق المستقبل. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، بيننا اليوم في هذا الملتقى مجموعة من المستثمرين والخبراء وأهل الاختصاص من داخل الأردن وخارجه، اختارت عن طيب خاطر الحديث في آفاق الاقتصاد الأردني من حيث الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية، مؤمنين بما يتمتع به الأردن من قدرات وإمكانات استثمارية يمكن البناء عليها وتفعيلها في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة. وسيناقش الملتقى موضوعات ذات الصلة بالإصلاحات المؤسسية من خلال علاقات نقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، لقد تم اختيار محاور النقاش في جلسات الملتقى بعناية فائقة، واجتهدنا فيها لتشمل جميع السياسات المؤسسية والتي تعنى بتطوير القطاع الخاص بكافة اتجاهاته. وقبل أن أكمل، أرغب تقديم الشكر إلى ضيوفنا الكرام من الشخصيات الاقتصادية داخل الأردن وخارجه، وإلى جميع الحضور على اهتمامهم بهذا المؤتمر وفي هذه المرحلة الدقيقة بالذات التي تمر بها المنطقة. وفي الختام، أوجه الدعوة للجميع من أجل زيارة المعرض التسويقي الذي يقام إلى جانب هذا الملتقى. أكرر شكري وتقديري مع تمنياتي للجميع بمزيد من التقدم والنجاح. أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أدام الله ملكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للسيد خلدون نصير، والكلمة الآن مع الخبير الاقتصادي الدكتور أوهان باليان، المستشار السابق للسياسة الاقتصادية لحاكم إمارة دبي، فليتفضل مشكورا دكتور أوهان لإلقاء كلمته. Good morning.
It is a great honor to be in the presence of such distinguished guests, especially the Minister of Industry and Trade, especially in light of the recent changes, institutional changes, which are taking hold in the Arab world and in the Middle East in general. And the theme of the forum, I think, is very appropriate in terms of the institutional framework. And in these 2 days, I will try to make some presentations on this framework. When we talk about institutions, we basically mean the government, because that is the most important institution. Now, in my presentations, I will try to put the parameters and identify the parameters of the institutional framework, primarily to explain how the government can support the private sector, which is one of the fundamental objectives of the government. Now, we all know that the role of the government has increased, especially after the global financial crisis, by force or by necessity, in which the government has acted as a last resort. So we will not be arguing that the government should or should not support the private sector. The government must support the private sector. But how the government supports the private sector based on certain principles, that will eventually determine the success of what is known as industrial policy. So when we talk about in the themes, when we talk about the institutional framework for industrial policy, it sounds like a complicated term, but simply what it means, it simply means that how the government can support the private sector. Now, the other side of the coin is the issue of governance, that how to measure government performance. And I think this has been one of the secrets of success of the Dubai economy, in which Dubai has been extremely successful in identifying the factors that measure government performance. And in the words of Albert Einstein, he has a famous quote saying in which he says, not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. In other words, especially when we're talking about governance, there are things which are untouchable, in which we cannot easily measure government performance. So what the theme of the presentations will focus about is this two-way relationship between the private sector and the government, in which the government will support the private sector, but at the same time, the private sector will measure or at least judge the performance of the government. I thank you very much for attending this forum. Thank you. Thank you very much, Dr. Ohan. And Dr. Ohan simply highlighted the importance of this event. وأدعو الآن بكل الاحترام السيد سلطان جميع عبيد بن جميع نائب المدير العام في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته وأهلا وسهلا فيك في الأردن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور وزير الصناعة، أصحاب السعادة، الحضور الأفاضل، السلام عليكم. يسرني أن أحييكم بأطيب التحية في رحاب مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع تحت عنوان الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية، والذي نشارك فيه من منطلق حرصنا على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك استنادا على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري والتعاون في مجالات الخبرات وفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ولا سيما قطاع السياحة.
ولا شك أن في مثل هذه المناسبة تدعم الروابط القوية بين مجتمع الأعمال في كل من الإمارات والأردن، ونشيد بمجلس العمل الأردني ودوره المحوري في الارتقاء في العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين، كما أشيد بتطور العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، والتي بلغت خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2011 حوالي 448 مليون دولار. كما أشيد بازدهار وتطور الحركة السياحية النشطة بين البلدين، حيث يزور الأردن سنوياً أعداداً كبيرة من السياح الإماراتيين، منهم بقصد الاستمتاع بالأماكن السياحية والطبيعية التي تميز بها الأردن، ومنهم بقصد السياحة العلاجية التي تلقى رواجاً وسمعة طيبة في الإمارات. ويتضح ذلك من خلال عشرات الرحلات الأسبوعية بين البلدين، وتتقدمهما شركات طيران الإمارات والأردن. هذا ونامل أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه وطموحاته المرجوة. وفي النهاية أود أن أوجه خالص الشكر والتقدير لمجموعة آفاق على دعوتهم لنا لحضور هذه الفعالية ودعوتنا لهذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للسيد سلطان جماع عبيد بن جماع، والشكر الموصول أيضا لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. والكلمة الآن للسيد نواف العجمي، رئيس العلاقات الدولية في شركة نور كابيتال الكويتية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. راعي الاحتفال الأكرم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون للسنة الثالثة على التوالي في هذا المؤتمر الهام الذي يبحث آفاق الاقتصاد الأردني، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية. وحينما نتحدث عن اقتصاد الأردن نعتز بما وصل إليه من مكانة مرموقة بالمستوى العربي والدولي من حيث الثقة والمصداقية والسياسات التنظيمية الجاذبة للاستثمار. ويسعدني أن نتقدم معا في خطوات إلى الأمام على تعزيز النواحي الاقتصادية والاستثمارية التي تربط الأردن بالشركات العربية ذات المكانة العالمية، وبما يتوافق مع المناخ الآمن والجاذب والقوانين الاقتصادية الناظمة والضابطة التي تعطي المستثمر مزيداً من الثقة. نحن في شركة نور كابيتال ماركتس الكويتية نحرص كل الحرص على تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص العربي للاستثمار في الأردن وفي الدول العربية. هذا ما أكد عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتشجيعه لكل أداة تدعم الاقتصاد المحلي والدولي والعربي خاصة. السيدات والسادة، حينما قررنا المشاركة في هذا المؤتمر أخذنا بعين الاعتبار البحث في كل ما يمكن أن يساعد على تقديم فرصا استثمارية ممكنة، والعمل على ترجمتها بما يحقق المنافع الاقتصادية المرجوة، وإلى مزيد من التعاون في مجال تبادل الخبرات وفكرة الترابط الاستثماري والمالي وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين الدول العربية، وذلك حسب قوانين البنك المركزي الكويتي وتماشيا مع القوانين والأنظمة العالمية والعربية على الأقل بما يخص شركتنا. السيدات والسادة، هذه الكلمة من القلب إلى قلوبكم. هي الأردن من حملتني دينا سأورثه لأولادي، هي الأردن من علمتني أنا، وهذه حقيقة، فأنا خريج الأردن. سأنتهز أي فرصة لأتواجد سواء في مؤتمر أو زيارة خاصة. بلد جميل وتفاصيله جميلة. دام أعزكم بظل رب العالمين ثم بظل ملك البلاد المفدى جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظ الله ورعاه. أشكر الجميع على حسن الإصغاء، وأتمنى للمؤتمر تحقيق أهدافه.
إذن كل الشكر للسيد نواف العجمي على هذه الكلمة، وأيضا الأردن بالتأكيد يتشرف بوجود أعضاء فاعلين مثل حضراتكم. ومسك الختام الآن مع مندوب دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور شبيب عماري وزير الصناعة والتجارة الأكرم، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته أولا ثم توزيع الدروع على الجهات المشاركة والمتعاونة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. يشرفني أولا أن أكون مع هذه الوجوه الطيبة، وأرجو أن تسمحوا لي أنتم الأردنيين النشامة أن أرحب باسمكم جميعا بكافة ضيوفنا من الدول العربية والدول الصديقة. And for those who are non-Arabic speaking participants, the official language, as I understood, for this conference is the Arabic language. Therefore, please forgive me. I beg your pardon for speaking in Arabic. I hope that the organizers have arranged for interpretation so that you can understand everything and participate in everything, hopefully. I'd like also to thank the Prime Minister, His Excellency Dr. Faiz Tarawne, whom I happen to know very well, for delegating me to represent him in this conference. He asked me to convey to all participants his greetings and his gratitude for the time, the effort, the ideas that you will be putting for the best interest of this region, of the Arab world, and of Jordan. That's the last thing in English. حيث إني بحكي بالشكر بعدني، لازم أقول شكرا للأخ خلدون نصير ولمجموعة آفاق، لأن الاستمرارية تعني النجاح. أن يستمر هذا المؤتمر على 4 سنوات وأن يستقطب هذه الخبرات من بعض الدول الصديقة ومن إخواننا العرب، لابد بأنه مؤشر نجاح. وأتمنى لأفاق الاستمرار في دعم المبادرات التي تسهم ليس فقط في التنمية وإنما أيضا في التعارف والتواصل، وهو أساس للتجارة وأساس للاستثمار وأساس لوضع سياسات مشتركة يستفيد منها جميع الأطراف. أنا حضر لي كلمة ولكنني لم أقرأ كلمة أو خطاب في كل حياتي. أفقد the eye-to-eye contact، فأفقد القدرة على الإقناع. لذلك اسمحوا لي to improvise، أن أرتجل ما أراه مهما في الموضوع المهم الذي اخترتموه، وهو المؤسسية
في السياسات الاقتصادية. والسياسات اليوم في معظمها في كل العالم هي إصلاحية. في الأردن بعض الاقتصاديين وبعض السياسيين لا يرغبون في استخدام كلمة إصلاح ريفورم، ويفضلون استخدام كلمة تطوير، لأن مضمون كلمة الإصلاح يتضمن أن هنالك أخطاء بنصلحها، والأخطاء من ملازم الحركة. في اثنين بغلطوش في الدنيا، الله سبحانه وتعالى واللي ما بيشتغلش. حقيقة الأمر أن الوضع الأردني، وكل من درس الاقتصاد يعرف بأن الرقم المطلق أو العبارة المطلقة لا تعني الكثير، وقد تكون misleading. المهم أن ننسب الأمور إلى الظواهر المهمة حتى نفهم أي تغيير مؤسسي أو في السياسة. الأردن بدأ الإصلاح بمفهومه الواسع منذ أن اقتنع في منتصف الثمانينات بأن يحرر الاقتصاد. وكنا نتحدث مع الإخوان الأردنيين اللي كنت أتشارك معهم في الحوارات في ذلك الوقت، أنه تعبير liberalization شو معناه وسيؤدي لماذا، وتعبير privatization شو معناه وسوف يؤدي إلى ماذا. أمانة أن قناعتي مطلقة بأن تحرير التجارة الداخلية والخارجية، وهذا تعبير liberalization، كان إنجازا كبيرا، لأنه بشكل أساسي حقق نسبيا العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود وللفقراء. البرايفتايزيشن التخصية أو الخصخصة، تشرفت برئاسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية اللي معروفة باسم أورانج The Brand Name لمدة 12 عاما، وكانت أكبر الشركات اللي تم خصخصتها. ولا أريد أن أحول هذه المحاضرة إلى خبراتي في نجاعة الخصخصة. الاتهامات على الخصخصة إنه ترتفع الأسعار وإنه تزداد البطالة. الأردنيون يعلمون بأن الأسعار سواء بالصوت أو بالديتا نقل المعلومة والبيان والمحتوى أو بالفيديو تكنولوجيز من خلال الإعلام، وأصبح اليوم في عالم اليوم ما يسمى The Conversion، الالتصاق والالتحام بين التليكوم وبين الميديا.
ما تحقق في الأردن في هذا المجال سواء الاتصالات أو شركات أخرى زي رويال جوردانيان 100 حالة، برنامج طويل استغرق منذ مطلع التسعينات لغاية اليوم، حقق في الأمانة إنجازات كثيرة. فموضوع الإصلاحات في الأردن موضوع قديم، والسير في الإصلاحات الاقتصادية عمره يمكن قطعا حوالي 20 عام. وهذا ما جعل الأردن ما هو عليه اليوم من حيث ما تعلمونه في الاستقرار النقدي وفي الاستقرار المالي، والحمد لله. في هذه المرحلة نحن نواجه قضايا في منتهى الجدية ترتبت بالدرجة الأولى على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والعولمة لا يمكن تجنبها. It's too late. ومن الأساس اللي حاول يتجنبها صار يركض وراها لأنه ما بيقدر ينعزل إطلاقا عن هذه القرية اللي بنسميها العالم. في سبب آخر يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية واضحة على الأردن، وهو ما يسمى بالربيع العربي، ولن أتحدث في السياسة لأني لست سياسيا، لكنني أريد أن أقول أنه في مثل هذه الظروف هنالك 3 مسارات كل حكومة يجب أن تسير فيها. المسار الأول مسار التنمية، مسار رفع مستويات معيشة المواطنين، مسار جذب الاستثمارات، تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات بعد التعرف على فرص استثمارية تؤدي إلى win-win situation. المسار الثاني هو ضرورة تخفيض النفقات وبالقدر الممكن تعظيم الإيرادات. وفي هذا المجال لقد كنت أستاذا في الاقتصاد في الجامعات الأمريكية لمدة 8 سنوات، ومنذ ذلك الحين وأنا مقتنع قناعة مطلقة بأن الدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية ولتحقيق